السلام عليكم. أكد المتحدث باسم غرفة عمليات طرابلس عصام النعاس مقتل نائب عريف ومدني وإصابة عنصرين من الأمن الدبلوماسي إثر اعتداء مسلح على الأمن الدبلوماسي المكلف بحماية سفارة كوريا الجنوبية بالعاصمة طرابلس صباح اليوم. وقال النعاس إن مجموعة مسلحة هاجمت حرس السفارة الكورية بالرماية عليهم مما دفعهم إلى الرد. وأضاف النعاس أن قوة أمن طرابلس شرعت في البحث عن السيارة التي استخدمها المهاجمون بعدما التقطت كاميرا السفارة صورا لها. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف رئيس غرفة حماية وتأمين طرابلس الكبرى منصف الولدة، وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس كل من المحلل السياسي فتحي الفاضلي ورئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي طرابلس المركز ناصر كريوي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كريوي، يعني كيف تقرؤون هذا الاعتداء الذي وقع على مقر السفارة كوريا الجنوبية اليوم في العاصمة طرابلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما لاحظوا أن في عمليات استهداف للسفارات من مدة، وهذه طبعا من خلايا نايمة للأسف، وهذه مجموعة منها زي ما صرح السيد خليفة حفتر، قال أن عندنا خلايا نايمة في طرابلس، وزي ما نشوف أن قيادات جيش القبائل كلها من قادة النظام السابق، فاحنا ايش نتوقع أن بيصير داخل مدينة طرابلس من مثل هذه القيادات ومن مثل هذه الشخصيات اللي هي تبي تستهدف لقلب الحياة داخل وتحويلها إلى جحيم داخل مدينة طرابلس بعد أن انتهت من قلب الحياة في مدينة بنغازي. نعم. يعني احنا الهجومات هذه والاعتداءات هذه كلها تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل المدينة بهدف أن إثارة الشعب، ولكن احنا الحمد لله أن الأمور بدأت تتضح جليا للناس أن فيه للأسف أن بعض قيادات النظام السابق، واللي احنا كنا نعتقد أن بعد 17 فبراير وبعد التسامح بصورة كبيرة على ما سبق، فلاحظوا ان في تحرك كبير لهم في محاوله ان هم اظهارهم ان هم تحت جيش كرامه وتحت مسميات اخرى. نعم. في حين ان الامر اصبح جليا وواضح لكل الشعب في الامر. طيب عن الجهه التي قامت بهذا الهجوم سيد الولده، هل تم التعرف عن هذه الجهه، يعني الى من تتبع تحديدا؟ بسم الله. طبعا اولا انا نحب ان نوع ان هذه الجهات هي غرضها زي ما حكيت حاليا هي غرضها الارهاب وزعزعه امن طرابلس، والحقيقه احنا لم ما زال تحت جاريه في الموضوع هذا وما زال ما تعرفناش عليه بالضبط يعني، لكن تعرفنا عليه بعض الاشياء اللي هي نوع السياره يعني الناس السياره هذه طبعا كانت سياره سياره مش حسيت. فالمهم نعم اللي نحب نقول ان سواء هم او سواء اي جهه من الجهات هذه لن تستطيع ان هي تدافع عن طرابلس. طيب يعني ما الوضع الصحي للعنصرين تابعين للامن الدبلوماسي واللذين تعرضا لجروح اثر هذا الهجوم؟ والله بالنسبه حاليا وضعهم كويس بالنسبه لهم، هم الشخصين هذين اللي مازالوا تحت يعني تحت العلاج. طيب سيد الفاضلي، يعني كيف تقيم لربما حجم الإجراءات الأمنية المبذولة في العاصمة طرابلس، والتي تتزامن يعني تصريحات تشديد القبضة الأمنية في العاصمة مع تكرر وقوع مثل هذه الحوادث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على هذه الفرصة الطيبة. وحقيقة سيدتي الكريمة، أعتقد أن الغرفة الأمنية في هذه الظروف وفي سلسلة التصعيد العسكري والانفجارات والقتال في سرت، في براك، في أوباري، في المنطقة الغربية، في بنغازي، في هذا الوضع المتأزم والتصادم في كل منطقة، أعتبر أن الغرفة الأمنية يعني بصراحة أدت واجب عظيم جدا. يعني هذه التفجيرات تحدث أيضا في دول مستقرة، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، في دول لا تمر في مرحلة ما بعد الثورة، لكن أيضا في نفس الوقت أنوه إلى ضرورة الحرص وزيادة الحس الأمني والوسائل والآليات الأمنية حول تلك المواقع والمؤسسات الحساسة الدبلوماسية والمواقع السيادية. لابد أن هناك جهود أخرى
كان يجب أن تبذل. ولكن مرة أخرى أحيي هذه الجهود سيدتي الكريمة، وهو أمر متوقع، وهم ليسوا هم لا يقصدون كوريا، ولا يقصدون كوريا، إنما يقصدون زيادة بلبلة وفوضى وإفساد المشهد الأمني، وهو مرة أخرى سلسلة من سلسلة الهجمات وسلسلة التصعيد في جميع مناطق ليبيا بدعم داخلي ودعم خارجي أيضا. فإذا استمعت سيدتي الكريمة بتصريح وزير خارجية مصر أو مساعد وزير الخارجية بأن محاربة الإرهاب والحوار يسيران معا في خطان متوازيان، وهي جملة مشبوهة، أقل ما يقال عنها أنها وقحة تدعو إلى مزيد من الدم ومزيد من الدمار والتهجير والنزوح. طيب في ظل إذن هذه الحوادث التي تعتبرها سيد الفضلي أنها طبيعية، سيد الكريوي، في هذه المواقف ما طبيعة الأعمال أو الدور الذي تؤديه لجنة الأزمة بالتعاطي مع هذه النتائج على الأرض؟ طبعا بالنسبة من الناحية الأمنية، هذا شغل الأمن الدبلوماسي وشغل البحث الجنائي والمباحث في متابعة الجناة، لأن هذا شغل أمني صرف. بالنسبة للجنة الأزمة في بلدية طرابلس المختلفة، أن هي تتعاطى مع نتائج الانفجار أو المشكلة. في الجانب الآخر، لجان الأزمة والشؤون الأمنية في البلديات، يعني احنا في تواصل مع مديرية الأمن. في حاجة مهمة احنا من خلال هذه الحلقة، أن ندعو جميع سكان طرابلس بالضغط بقوة لتركيب كاميرات المراقبة في داخل كل مدينة، نواحي مدينة طرابلس. وهذا شيء احنا من بداية سنة 2013 واحنا نطلبه في الدولة، طلبنا من السيد علي زيدان رئيس الحكومة السابقة، حكومة المؤقتة، وبعد السيد عبد الله تني، وبعدها حتى في حكومة الإنقاذ، احنا نطلبه تركيب كاميرات بحيث ان احنا نقدر نرصد جميع التحركات المشبوهة وجميع المشاكل. في نفس الوقت نطلب من جميع المواطنين احنا وكلجان أزمة انهم يساعدونا في التبليغ عن اي مجموعات مشبوهة. هل هنالك منظومة اتصالات محددة؟ يعني اشرتم انتم في وقت سابق سيد الكريوي بوجود ارقام للاتصال، هل تم تفعيل هذه المنظومة ليتعاطى معها المواطن الليبي في المقابل؟ ما اسمع، ممكن تعود السؤال؟ هل تم تفعيل منظومة الاتصال أو تحديد رقم معين للإبلاغ حتى يقوم المواطن الليبي لربما بالاتصال به والإبلاغ عن أي تحرك مشبوه قبل أن تحدث أو تقع مثل هذه الحوادث؟ بالنسبة لنا احنا عندنا رقم 1415، هذا يشتغل من الساعة 8 صباحا إلى 12 ليلا، وعندنا أرقام مديرية الأمن 01 أيضا تشتغل 24 ساعة، وأيضا عندنا موجودة مراكز الشرطة تشتغل 24 ساعة. فمن خلال هذه المنظومة أو المجالس المحلية الموجودة، من خلال هذه المنظومة نحن ممكن التبليغ على أي حادث ما يشوف المواطن في الطريق أو أي بلاغ ممكن يبلغ عليه يعني. طيب سيد الولدة، يعني ما حجم الإجراءات الأمنية التي تشهدها العاصمة في حال وقوع مثل هذه العمليات التي تستهدف المقار الدبلوماسية الآن كما حدث اليوم أو من قبل يعني؟ والله بالنسبة لحجم الإجراءات الأمنية هي أصلاً موجودة أساساً، يعني موجودة، ولكن العدو دائماً يحاول يبارزك بأي طريقة أنت ممكن ما فكرتش فيها. يعني جميع الإجراءات الأمنية هذه موجودة وموجودة على أرض الواقع وليس كلام فقط يعني. من طيب إن كانت موجودة، إذا سيد الوالدة، يعني لماذا لم يقل عدد استهداف المقار الدبلوماسية في المقابل؟ والله ما احنا نقول كل واحد يحسب في حسبه بشكل يعني. فالعمليات هذه تصير عمليات نوعيه احيانا في تراخي من جهه معينه او شيء ما قبل هذا يعني، لكن بصفه عامه يعني نقدر نقول لك ان الموضوع في امان يعني بالنسبه كمواطن في طرابلس. واحنا لن يعني نتخاذل في اي شخص ان نعاقب اي شخص يحاول ان هو يبي يعبث بامن طرابلس او ان هو يبي يحاول ان يخرب في طرابلس ولا شيء، ولو ردوا عليه بالقوة يعني. طيب سيد الفاضلي، يعني في كل المرات السابقة التي تم فيها استهداف مقرات دبلوماسية تتم الإشارة من قبل المصادر الأمنية عقب وقوع الحادث بأنه تفتح محاضر التحقيق ويتم ملاحقة الجناة، هل تعتقد بأنه يعني فعليا يتم البدء في التحقيق من قبل هذه الجهات أم ماذا تحديدا؟ نعم سيدتي الكريمة، يتم التحقيق بالتأكيد ويتم محاولة القبض على الجناة.
لكن مرة أخرى يبدو لي أن هذا العمل مهني، يعني هم مهنيين جدا. هل تتخيلي أن تستهدف سفارة كوريا على سبيل المثال شخصيا؟ لعل القصور من جانبي يعني، لكن اللي أعرف أن لكوريا وجود في المشهد السياسي والأمن الليبي، وهو طيب أمر يعني مستبعد أن تهاجم. ربما هذه المقار، نعم، هو خلق بلبلة والمشهد الأمني وإظهار أن أنتم تدعون أن طرابلس آمنة، ها هي طرابلس غير آمنة، تدعون أن مصراتة آمنة، ها هي مصراتة بها تفجيرات ودرنا، وهكذا هي خلق مشهد أمني مشوه، وبالتالي فقدان الاتحاد الأوروبي، فقدان الدول التي عندها مصالح في ليبيا، الثقة في الأمن في ليبيا، وربما يصبح التدخل العسكري لإحلال الأمن أحد الخيارات التي يدعم مطالب بعض الدول الجوار على سبيل المثال. نعم. وإفشال الحوار على أساس أن مخرجات الحوار ستكون مش في صالحهم، وبالتالي الادعاء بأن هناك أمن يعني أن فجر ليبيا والمؤتمر والشروق والكتيبة 61 أناس فعلا يطمحون إلى بناء دولة، وأن هم ثقة في تثبيت الأمن والأمان، ولكن هذا المشهد لابد أن يشوه من قبل الطرف الآخر. لا حاجة لنا في الهجوم على كوريا، ليست جزء من المشهد السياسي، هناك أهداف أخرى كما ذكرت إليك سيدتي الكريمة. يعني طيب سيد كريوي، إذا أنت أشرت بأن يعني هنالك لربما تواصلات تجونها مع مديرية الأمن في طرابلس، ما طبيعة النتائج التي تخرج عن مثل هذه التواصلات من قبلكم مع الأطراف الأمنية؟ طبعا بالنسبة للتواصل هذا، يعني أنت شوفي مستوى الأمن الحمد لله، يعني مقارنة بما قبل شهر 9 وما بعد، ان احنا في تحسن في الامن داخل مدينه طرابلس، في دويات الشرطه اللي ما كانش تظهر في الليل اصبحت متواجده في الليل، مراكز الشرطه اللي ما كانش جزء منها اللي ما كانش يفتح في الليل اصبح يفتح في الليل لتقبل الشكاوي، في تحسن في اداء البحث الجنائي. لو ما كان في امن في مدينه طرابلس وتحسن الامن، راهو كانت حتكون طرابلس غابه في الوضع اللي موجوده فيه حاليا. يتذكر الجميع خلال شهر 7 كيف كان مثلا البحث الجنائي كما ذكرت، ما النتيجه الملموسه على الارض حتى نقول بان هنالك تحسن؟ النتيجه الملموسه في العديد من القضايا الجنائيه كشفت، يعني نسبه كشف القضايا اللي كانت تسجل ضد مجهول اكثر من 60% من نسبه الكشف على القضايا هذه. طبعا في ظروف عدم القبض لبعض الاشياء في بعض، لكن البحث الجنائي يشتغل بصوره فعاله برغم قلة الإمكانيات، لكن يشتغل ويتعرف على العديد من الجرائم، يوصل لنتائج العديد من القضايا، ولكن وفي نفس الوقت هذا ماشي خطوة بخطوة، لأنك أنت تخيل أن أجهزة ما عندهاش إمكانيات، إمكانياتها بالسالب، ومش هنقول أكثر من أن إمكانياتها بالسالب، ومع هذا تشتغل بوطنية وتشتغل بمهنية وتحاول أن هي تسعى لتأمين المواطن. احنا الناس الإشكالية في المشهد الأمني أن الناس قاعدة في خيالها صور وردية للأمن في السابق، وأن احنا حاليا أصبحنا في أن غير أمن. الأمن لما ناخده احنا على مراحل، في 2012 كان الأمن ممتاز، 2013 لنصه كان الأمن جيد جدا، وبعدها ينحدر، لكن الحمد لله من بداية 9 وإلى الآن الأمن في تحسن. هذا نتيجة الإحباطات اللي صارت من نص 2013 لحد شهر 9 2014، خلت المواطن يشعر بقلق كبير أنه ما فيش أمن. لكن احنا من الناحية المهنية اللي نتبعوا فيهم الأخوة في الأجهزة الأمنية وفي الدويات والمتواجد، نعم، في تصاعد وفي تحسن في الأداء متاعه، يبي تكاتف هذا الأداء، يبي تكاتف من المواطنين والتعاون معهم مع الدويات متاع الشرطة الموجودة مساعدتهم. طيب أنت أشرت إلى نقطة سيد كريوي، أنت أشرت إلى نقطة وهو ضعف الإمكانيات، إلى ما يعزى هذا الضعف؟ ما سمعتش السؤال منكم. فيما يتعلق بضعف الإمكانيات الذي أشرت له الآن في سياق حديثك، إلى ما يعزى هذا الضعف في الإمكانيات؟ يعزى الصراع السياسي اللي جمد الميزانية من 2014، ما كانش في ميزانية كبيرة، و 2015 لحتى الميزانيه ما زادتش، وان حتى في الفتره اللي كانت فيها ميزانيه صرفت الميزانيه في غير اماكنها، وهذا اللي السبب اللي خلى نسبه الفساد كبيره في المجتمع الليبي، وخلى الشعب انه هو قالك. فالعمليه ان احنا محتاجين لامكانيات فنيه، محتاجين لتاهيل للشباب، محتاجين لحتى دعم لوجستي للشرطه داخل مدينه طرابلس، هذه مش موجوده، في تعاون من البلديات، في تعاون بعض الاشخاص فقط، وهذا وفي وطنيه من الاشخاص اللي يشتغلوا حاليا في الشرطه ويتواجدوا في الشارع،
يعني في ظل الضعف الشديد الإمكانيات هم يتواجدوا ويؤدوا في واجبهم ويحاولوا أن هم يخفوا من يعني من القضايا الموجودة، بالإضافة إلى أن الشباب وثوار طرابلس أيضا حتى هم لهم دور كبير في الموضوع هذا وفي حماية المدينة. طيب سيد الوالدة، يعني ما حجم الإمكانيات التي تتمتع بها الغرفة أو لربما جهاز الأمن الدبلوماسي الذي أعلن عن تشكيله عقب استهداف السفارة الفرنسية؟ يعني تكرر هذه الحوادث يفيد بأن لربما هذا الجهاز غير قادر على أداء مهامه، ما حجم الإمكانيات التي تتمتعون بها؟ والله هو مش الجهاز غير قادر على أداء مهامه، وإنما زي ما حكيت اللي قبل إن في بعض الإمكانيات اللي تنقص العمل يعني تبدا غير متوفره، اذا سواء كانت امكانيات تدريب او امكانيات فعليه يعني ملموسه، هذه هي اللي تخلي فيه شويه تقصير في العمل، وما يعتبرش تقصير يعني بصفه عامه اكيد، ولكن يعني جهود الناس ووطنيه الناس اللي تشتغل في الاجهزه هذه هي اللي معلقه على الامكانيات هذه. طيب هل نفهم من ذلك يعني هو حاجة إلى لربما التزود بإمكانيات أو يعني أدوات مادية أم التنسيق بين الأفراد الذين يعني مكلفون الآن بتأمين العاصمة؟ هو الكلمة صحيحة ممتازة منك، التنسيق يعتبر بالنسبة لي من الدرجة الأولى، لما يبدأ في تنسيق فعال أكثر ما بين الأجهزة الأمنية حيعطي نتيجة ممكن تتغاضى بها على الامكانيات. طيب لماذا لا يوجد هنالك تنسيق على الارض؟ ما الذي يحول دون ذلك؟ هو موجود التنسيق غير بس ضعيف شويه يعني في بعض الجهات ما زال في ما فيش تواصل بها، لكن بصفه عامه يعني قاعد في موجود التنسيق هذا ان شاء الله. طيب سيد الفاضلي، الان سيد الوالدة تحدث عن نقطه وهي تتعلق بالتنسيق بين الجهات الامنيه في تعاملها مع مثل هذه الحوادث. هنالك اطراف اخرى غير التي اشار اليها سيد كريوي وهي اتباع النظام السابق، هنالك اطراف اخرى تتبنى هذه العمليات، مثلا في حادث استهداف السفاره الجزائريه ما يعرف بتنظيم الدوله الاسلاميه تبنى هذا الحادث. يعني كيف تقيم وجود طرف يتبنى مثل هذه الحوادث على الأرض وكذلك لربما ضعف تنسيق بين الجهات الأمنية؟ نعم سيدتي الكريمة، يعني لا شك يعني في دولة مثل ليبيا يعني شاسعة الأطراف أن تتسرب بعض الأطراف المتطرفة سواء التطرف الإسلامي أو التطرف غير الإسلامي، تتسرب إلى ليبيا وتحاول أن تنفذ مخططات ما عبر تشويه هذا المشهد، هذا أمر متوقع يعني. ولكن مرة أخرى الهجمة الشرسة جدا جدا جدا، الهجمة الشرسة يتكيم قوة كثيرة جدا لا تريد بناء الدولة الليبية الجديدة، ولكن القوة الأكبر تريد ذلك. الإرهاب يأتينا من الخارج، ليبيا لا تصدر الإرهاب، ليبيا يأتيها الإرهاب من الخارج. مصر تريد أن تسلح طرف يدمر في المدن، قتلى نجدوهم من تشاد سيدتي كامل يقاتلون في الليبيين، من تشاد، من النيجر، إخوة لنا من تونس يموتون في ليبيا، يقتلون ويفجرون أنفسهم. طيب في مقابل إذن هذا التهديد بالإرهاب، ما مدى جاهزية العناصر الأمنية الليبية للحفاظ على أمن ليبيا من هذا الإرهاب؟ نعم. يعني القادم إلى أراضيها كما تقول. الإرهاب المصري ضد ليبيا، يعني مصر ترسل في مقاتلين وترسل في أسلحة ليبيا، يأتينا الإرهاب من مصر، هذا أمر كبير يعني حجمه كبير جدا، لابد من تدخل المجتمع الدولي. طيب ما مدى جاهزية العناصر الليبية في مقابل هذا الإرهاب؟ ما مدى جاهزية المنظومة الأمنية في العامل على حماية الأراضي الليبية في مقابل هذا الإرهاب وللتصدي له؟ نعم نحتاج إلى جهود أكبر، ولكن كما ذكرت لك ربما خانني المصطلح المرة السابقة وذكرت أن هذا أمر طبيعي، أريد أن أقول أن هذا أمر متوقع في دولة تمر بهذه الأزمة، هم يحاولون، ولكن كما ذكر لك ضيفك الكريم قضية الإمكانيات وقضية المرحلة أيضا وقضية الخليط البشع اللي يقفون ضد هذه، من الأزلام إلى بعض الجماعات المتطرفة إسلامية أو غير إسلامية إلى من يريد إعادة السيناريو السابق، إلى دول خارجية سيدتي الكريمة. نعم. إلى جيش القبائل، إلى عمليات انتقامية، الجميع يدركون أن إحلال الأمن الآن
يدعم الحل السلمي ولم الشمل وبناء دولة ليبيا الجديدة. بناء دولة ليبيا الجديدة بالشكل التي يحلم به الليبيون يبدو أنها ضد طموحات هذه الفئة، ولذلك لن يألو جهدا في الاستمرار في هذه العمليات، ولذلك هي متوقعة. ولكن أيضا أطلب من المؤتمر وأطلب من القوة جميعا أن تدعم الغرف الأمنية ماديا ومعنويا، وأن تركز أيضا مرة أخرى على مثل هذه المؤسسات. طيب سيد كريوي، مرة أخرى بعض نعم. مثلها تفضل. طيب السيد كريوي، يعني في سياق التنديدات الدولية بحوادث التفجير للمقرات الدبلوماسية، هل تبادر هذه الأطراف مثلا يعني بعرض أي شكل من أشكال الدعم للعناصر الموجودة على الأرض وسد احتياجاتها وحتى تكون إمكانياتها كاملة وتتصدى لهذا العمل أم ماذا؟ والله احنا نتمنى من دول العالم ان هي تساعدنا في مكافحة الإرهاب وتساعدنا في حماية السفارات بتوفير الإمكانيات، يعني هم يعرفوا الظروف اللي تمر بها ليبيا ويعرفوا ان الصراع السياسي ان بمشي البلد لشفير الهاوية نتيجة تعنت بعض الأطراف. فبعد ما ارتضينا احنا هنا في المنطقة الغربية بمبدأ الحوار نشاهدوا ان هناك تصعيد من بعض الأطراف من خلال ان هم يرسلوا في قوات، ونحن نعطيك مثال يعني واضح باش يكون صورة حتى المواطنين. وأحد المجموعات اللي مسكوها في التحالف في ضمن جيش القبائل شخص منهم عنده أكثر من 10 حالات قتل في سرقات السيارات ويعرفهم حتى بالاسم. أنا مش هنقولك العدد كامل وحيطلعوهم ممكن المدة الماضية القادمة، بالإضافة أن هي عبارة كلها اللي جايين عبارة عن لقطوا أنهم مجموعات إجرامية كانت اللي هي كانت عيت الفساد في المنطقة في منطقة الزهرة والعزيزية، وهذوما هم اللي قاتلوا ويحاولوا من خلالهم أنهم يدخلوا المدينة طرابلس باش أن يعيشوا فيها نعم. فساد وإرهاب. بالإضافة أن هناك للأسف أيضا مسكنا مجموعة لصوص لسرقة السيارات يجوا من خارج مناطق طرابلس لإثارة البلبلة في داخل مدينة طرابلس بأن يبينوها مدينة غير آمنة. وهذه المجموعة اللي تستهدف السفارات هذه عبارة مجموعة أنا نعتقد أن هي مجموعة مؤهلة مدربة، والهدف منها أن هي لإثارة الرأي العالمي بأن طرابلس غير آمنة، فهم أعطوا صورة انتباه بالشكل هذا. طيب بالإشارة إلى أن هذه مجموعة مدربة كما قلت سيد كريوي سيد الولدة، هل ذلك هو متفضي له التحقيقات الجارية فيما يتعلق باستهداف المقرات الدبلوماسية؟ هو أنا نحب ننوه لحاجة حسب نظرتي أن المجموعات هذه هي مجموعة من الأزلام تنطوي تحت الشعارات هذه أن هي مجموعة إسلامية أن هذه تنتمي إلى جهة معينة، ولكن هي في الأساس كلها من الأزلام يحاولوا أن هم يبوا يطلعوا بصورة ثانية جديدة غير الصورة الأولى وبيحاولوا أن يتوهون إلى مواضيع ثانية. هذا يعني النظر في أكثر شيء يعني، فمن خلال التحقيقات يطلع أكثر حاجة يعني لها علاقة بالأزلام الأولين اللي يحاولوا أنهم يزعزعوا الوضع أو أنه بيخربوا على البلاد. طيب سيد الفاضلي ختاما معك، برأيك كيف تؤثر مثل هذه الأحداث على مسار الحوار يعني بشكل عام؟ نعم سيدتي الكريمة، اسمحي لي أستاذ علاء في ثانية واحدة تذكرت أن لندن بريطانيا تريد أن تأتي بسفارتها إلى ليبيا، وربما هذا جزء من تفجيرات استهداف إحدى السفارات، رسالة إلى بريطانيا أن الوطن غير آمن ولا لا، وعودتك سيعرض إلى خير. أما أن يكون تهديد أو رسالة أو إثبات أن هني لأن بريطانيا تدعم الحل السلمي وأيضا ضد التقسيم. طيب في إيجاز وفي أقل من دقيقة سيد الفاضلي، إذن كيف يؤثر كل ذلك على مسار الحوار وإيجاد حل بين الأطراف السياسية الليبية؟ الأحداث المجزأة المتفرقة لا تؤثر، لكن التصعيد العام في الوطن قد يؤثر في النهاية إلى الحوار. لما تضع طرف في الزاوية بالتصعيد في كل المجالات لعل أحد الأطراف يجمد الحوار أو شيء، ولكنني أنصح زملائي في المؤتمر وفي الطرف الثاني الذي يدعو إلى بناء دولة ليبية أن يستمر
في الحوار مهما بلغ التصعيد. مهما بلغ التصعيد يستمر في الحوار، لأن الحل الوحيد هو الحل السلمي ولم الشمل وحقن الدماء في هذا الوطن الذي تكبد الكثير في أبنائه وثرواته وبنيته التحتية. أشكرك سيد الفاضلي لهذا الوطن الأمن والأمان. إذن بهذا نصل إلى ختام خبر وبعد لليوم. شاركنا في الحوار عبر الهاتف رئيس غرفة حماية وتأمين طرابلس الكبرى منصف الولدة، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس كل من المحلل السياسي فتحي الفاضلي ورئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي طرابلس المركز ناصر كريوي. تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، في أمان الله.